واحد السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديده. مره كنقول فيديو جديد، مره فيديو جديده، بالدارجه راه كنقولوا جديد. الا جينا نهضروا على فرونسي راه فيديو جديده. المهم بحال بحال على اي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير، وسمحوا لي الا ما قدرتش نجاوب على كل شيء راه الظروف ديال الحياه. اليوم قررت ندير واحد الميني فلوغ فليق تصغير ديال الفلوغ مع نور. قلت نخرجها، شوف هي لابسه الكاسك ديالها، قلت نخرجها تلعب بكالا من هنايا في المحميه حدايا، و فوالا نخرجها ندور انا نتحرك شويه. ما نكذبش عليكم، مع الحمل دابا عندي الخامس، زاد فيا الوزن وليت. المهم فشحال هذا ما صورتش، ورجوع على الموضوع. قلت لكم بالله مؤخرا زاد فيا الوزن بزاف، وليت غير نعاس، وليت غطى عليا الدم، الهرمونات ديالي مخربقين صراحه. الله يسمح لينا من الوالدين، راه والله يعني راه كدوز على الواحد. انا باقى لحد الان باقى ما نسيتش المعاناه في الحمل بنور والولاده. فيا ربي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يدوز كل شيء بخير وعلى الف خير للناس اللي باغين الذريه صالحه يا رب العالمين. وهاد فهاد العواشر ما عادش كنقولوا حنايا في المغرب فهاد العواشر، المهم يا رب العالمين ترزقكم بالذريه الصالحه. صاب مامي صاب. واي امراه حامله يا ربي يا ربي ان شاء الله تكمل علينا بخير وعلى خير، وتدوز الولاده بخير وعلى الف خير، الحمل زائد الولاده يا رب العالمين. استغفر الله. فيا ربي نكمل جمله مفيده هذه المره. فالموضوع ديال اليوم قلت لكم يعني ان شاء الله ميني فلوغ، نبارطاجي معكم شويه شي حاجه من حياتي كوم دابيتود. زائد بغيت نهضر لكم على الفرق ديال كيفاش الانسان كيولي يفكر ما بين العشرينات. ربما بيان سور اون بو با جينيراليزي، اون بو با جينيراليزي، ما نقدروش ما الهضره ولات كتهرب ليا، ما نقدروش نعم نديرو تعميم، ولكن كيكون واحد النسبه كبيره كتكون مشتركه ما بين جميع الناس في المرحله ديال العشرينات، ما بين المرحله ديال العشرينات والمرحله ديال الثلاثينات، خاصه الناس اللي كما كنقولوا عاشروا ناس مختلفين، خدموا قراو، دوزتي بزاف الحوايج. ملي كدوز بزاف الحوايج اوتوماتيكمون كتولي ماتور اكثر، كتولي عندك تجربه في الحياه. فقلت انا نبارطاجي معكم يعني شنو هما الاشياء اللي تغيروا فيا في التفكير ديالي ما بين العشرينات والثلاثينات. ربما تستافدوا بهذا الشيء باذن الله. اوكي فنبداو الفلوغ دابا على بركه الله. شحال وانا كندير المرقه غير بالزربه، يعني كنلوح كل شيء في الكوكوت، عاد كنبقى ندير القامه وهذا صافي. دخلت اليوتيوب قلت غنحاول، بقيت صراحه هذه المره ندير شي مقاله تكون بنينه، واخا زعما بسيطه ولكن تكون فريمون بنينه. ودخلت اليوتيوب وشفت واحد المراه ما شاء الله، وفريمون دارت الطريقه ديالها وجاتني جاتني زوينه، يعني بحال الشكل كيفاش كديرها ماما. انا من قبل يعني نورمالمون انا ما عنديش الخاطر، يعني كنحط كل شيء، كنديك لي قامه اللي كنعرف وكنمشي صافي. ولكن هذه المره قلت غنعطيها وقتها. طبعا ماشي زعما شي حاجه اللي واعره، راه نتوما ادرى هادشي، ما حطيتش معكم الغوسيت والطريقه الى اخره، غير يعني من قبيل يعني نبارطاجي معكم واحد الجزء من حياتي وجزء من هذا الفلوغ. فوالا ملي قلت نمشي ناخذ ليها ليا وليها ناخذ ايس كريم، عاد نبداو هاد النهار باذن الله. عاد البنات هما اللي هما اللي يعرفوا العذاب ديال المراه حامله. الحمد لله، ومن هاد المنبر شفتي به. المهم اسمحوا لي غير نخلص وانا نقول لكم واحد الدعيوه لجميع السيدات اللي باغين الوليدات. الله يسمع، الله يسمع اخبار الخير. اوكي فكنقول لاي امراه كتمنى ان شاء الله اي كوبل باغين يولدوا، يا رب العالمين ترزقهم بالذريه الصالحه وحسن الصوره والخلق والخلق يا رب العالمين. حنايا وياكم، حنايا ام سوري يس اف يو دونت مايند ثانك يو ام سوري اي واز Oh yeah. Honestly, tomorrow we're all zoned out. Look, I was like, huh? Doing shopping and stuff. So I think sometimes people talk to me and I forget. I'm like, yeah. What? Okay.
Thank you. You too. Have a good day. Thank you. Thanks. Happy thank you. I appreciate it. Okay, baby girl. Okay. Oh, all right. بنتي عطشنا انا بنتي. Okay, all right, all right. I'm gonna give you the vanilla ice cream. No, it's a vanilla ice cream. Arrived. Vanilla ice cream. طلعت لي في الايس كريم ديالي دابا. بليها الايس كريم ديال اوريو. I'll give you some. Just first you eat yours. Okay? I want that one. Huh? I want that one. Mommy, it's only vanilla. Eat your vanilla first. Nurin, you want us to go home? Okay. Then eat your ice cream, you know? I'll give you some from the other one, don't worry. خدامة التهديد. شيشان علموها سوق بيكارا اليوم. Say salam. You like it? مسكين مسكي انا محاربة. يلا كمان كمان يلا ندوز. ها مسكي انا قلت لك بغات تلعب في الكازون شويه قبل ما نمشي وانا عييت. You like these flowers? Beautiful. Oh, so sweet. You don't wanna run a little bit? Okay. Shisha. Oh, what's that? Huh? Let me see. Don't touch it. Let me see what's that. That's egg. Oh, you know what that? That's mushroom. Mushroom. But that's mito champignon. But you know these mushrooms, they can be very dangerous here. Had le champignon قدر يكون مسمومين. No, don't touch them. Here's more mushrooms, you see? What is champignon? You know, if somebody eat them, they can die because they are poisonous. Yeah. Yeah, no, you can run. Never put something, if you find something outside, never eat it. Never put it in your mouth, okay? هذه حاجة في الزنقة عمرك ما تحطيها في فمك. Alright, ففترة مشاركة التجربة ولا لو بارتاج ديال التجربة ديالي يعني ما بين العشرينات او الثلاثينات. طبعا بنتي كضحكني. طبعا الناس اللي غيستافدوا اكثر اللي كنظن يعني هما الناس اللي باقين صغار ليسي او العشرينات حتى 29 حتى 28 ويقدروا حتى الناس قد يكبر مني يستافدوا لان صراحه انا كنظن السن ماشي عدد السنوات اللي عشناهم مي عدد التجارب اللي عشناهم. يعني مثلا في واحد يقدر يكون عنده 40 عام ولكن مثلا ما عمره مسكن بوحدو ما عمره مسكنت بوحدها ما عمره مثلا ما تحملت مسؤوليه ديال دار بوحدها او لا بوحدو. المهم ملي كنقول بوحد شخص مثلا سواء امراه ولا راجل ماشي شخص مثلا ما دازوش عليه ازمات ما دازوش عليه بزاف الحوايج ف سي نورمال ما يعرفش كيف يتعامل معها وربما غير ما يتعلمش الدرس. وكيف هاد الشيء اللي كنهضر عليه يقدر يكون ماشي موجه فقط للناس اللي اصغر مني سنا ولكن نقدر نقولوا اصغر تجربه وعلى اولا شي حد اللي عنده تجربه اقل او ما تعذبش بزاف لانه دابا الانسان قد ما كيسافر بزاف قد ما كيكونوا كيجيو ليه كيواجه بزاف المصاعب كيصحاح فهمتي وكيولي كيعرف كيفاش يتعامل معاهم. بحال دابا شي واحد اللي نفرض تربى مثلا في العروبيه كتشوفوا الوليدات تبارك الله في العروبيه كيكونوا صحاح. علاش؟ لانهم كيكونوا اوكي مامي ليت مي توك بليز. لانهم شوفوا ما كيكونوش بروتيجي بزاف ما كيكونوش بحال مثلا في المدينه ولا هذا كتلقى مثلا لا ما يديرش ما يضربوش البرد كذا كذا فهذاك الوليد كيولي فخاجيل. هو راه مزيان بزاف الحوايج كيكون اكسبوز ليهم ولا شي حوايج كيكون معرض ليهم وصافي كيمرض شويه والمناعه ديالو كتقوى 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 فبحال هكاك الانسان اللي
كيكون داز بزاف الحوايج في حياته، ربما تألم بكا، ولكن موراك الشيء راه كيربي المناعة يعني في الحياة، كتكون عنده نوري مامي بليز، فكتكون المناعة ديالو أقوى. أول حاجة بغيتكم يعني تحيدوها منكم إذا كانت فيكم، أنا كانت فيها من قبل، هي أنا بقى غادي وكنتسنى الاراء ديال الناس، اولا ناري مع اللبسه معات كيفاش جاتني، معاتش كيقولوا، معاتش كيفكروا، واقيلا كيضحكوا عليا، واقيلا صدقوني هذاك التركيز اللي كديروه مع الناس ناجي غيقولوا لينا لا غندير. كاين الناس اللي كيدير حتى شي شعبه ولا كيدير شي حاجه باش يرضي الناس، راني غنقول لكم يعني ملي كتمرض كتشد الناموسيه و راه ما كيجيوش عندك هذوك الناس يدقوا عليك ويجيبوا لك الدواء، يبقاو حاضرينك حتى تبقى على رجليك، فهمتي؟ ملي كتخرج مثلا من الخدمه وما عندكش، انا هذا الشيء حسيت به اكثر ما جيت الامريكان، لانه ملي كنت في المغرب الحمد لله بابا يعطيه الصحه ودارنا، يعني ما عمرني ما حسيت بهذاك الاحساس ديال المسؤوليه، انا حسيت به اكثر في الامريكان، وحسيت به ملي الفتره كنت مطلقه كنت مسؤوله على بنتي وعندي داري وكل شيء، فالله يحسن العوان كيولي الانسان باغي يجيب رزقو وخايف لا يمرض باش تولي خايف لا تمرض، حيتاش عارف راسك الا مرضتي ما كاينش شكون يخلص لك كراك ولا كيدق عليك الباب يعطيك ما تاكل وما تشرب، فهاد الشيء كيخليك تولي كتعرف شناهي الاشياء المهمه والاشياء الغير مهمه، الناس المهمين والغير المهمين، والاغلبيه ديال الناس غير مهمين، الناس المهمين والديك، خوتك، يعني الزوج الصالح الا كان صالح، الزوجة الصالحة إلا كانت صالحة، وإلا كان مثلا شي صديق ولا صديقة اللي كتلقاه في وقت الحاجة، اللي كما كنقولوا شي واحد اللي ممكن إلا مرتي مع 3 الصباح في الغربة غتعيطي عليه ولا عليها وغيهز لك الهم وغيجي، من غير هاد الناس اللي ما يمكنش تحس براسك ولا تحسي براسك كونفورتابل أنك تعيطي ليهم في أوقات الحزة غير مهمين. إذا البس اللي كيعجبني، ندير شعري كما عجبني، نخدم اللي عجبني، وندير واحد لانفستيسمون في نفسي وصافي، ديكونيكتا من لونتوراج ديالي، ديكونيكتا شنو ديكونيكتا لدرجه انه يقدروا الناس يقولوا هذا هبيله ولا هذا حماق وانت هي ما انتش هنا، والله يعني هولد اون بيبي جيرل. المهم هذه النقطه الاولى طولت فيها بزاف، النقطه الثانيه وخا تقريبا النقطه الاولى ولكن حتى هي مهمه، انت ولا انتي ماشي مضطرين نشرح ولا تشرح لي زاكسيون ديالك لاي واحد، انت مثلا كنقرا واحد الكتاب مابقاش نشرح للناس لا راه خاصك مامي بليز ايزي مامي ايزي ايزي، ما عرفش هذا الفيديو واش غيتسمع لكم ولا لا، مامي بليز ايزي ام توكين تو بيبل بليز، اوكي اوكي نوري شوف ما سوقاش ليا بيبي جيرل كان يو توك ايزي بليز Thank you baby girl. يعني انتي او انت ما مضطرينش نشرح او نقنع الناس بالخطوات ديالي الموالية، كانت في المسألة اللي كانت في ليفانتين في العشرينات مثلا كيعجبوني واحد النوع ديال الكتوبة ولا كيعجبني القراية مثلا لا ليكتور اون جينيرال، كنقول الناس زوين هذا ليكتور وهادي وهذا الكتاب زوين وهذا وهذا، كنبقى نشرح علاش القرايه مزيانه وعلاش نتوما خاصكم تقراو، اولا مثلا يبقى يسولوني اش غديري كاع بهاد القرايه وكنبقى نشرح من نيتي وراك دير وهذا وهذا، وصافي دابا شي واحد قال لي قرايه مزيانه اش ما مزياناش قرايه مزيانه مزيانه صافي، هذا الشيء اللي هنا صافي، يعني انت غير مضطر انك تقنع الناس بانك الشيء اللي كديرو اولا كديريه هو الاحسن ولا الاجود ولا مزيان ولا علاش مفيد، صافي اللي قالوها قوليهم اه وسير بحالك، الناس اللي من نيتهم كيسولوا نهضر معاهم، راه كتشوف الانسان اللي من نيته بغى يسافر نهضر معاه ونشرح ليه، هذوك الناس اللي كيبقاو كيخربقوا ما نوقفش ليهم ما نتوقش ليهم هو ما نشرحش ليهم، مثلا كاين واحد النوع ديال الناس واحد الحاجه يفو سافوار دير نو، خاصنا نعرفو نقولو لا، وانت غير مضطر تجاوب اي سؤال سولوك الناس، فهمتي؟ خاصه الا كان على خدمتك على قرايتك كيفاش، خاصه كاين واحد النوع ديال الاسئله ديال الناس المشككه،
المشككه ولا واحد الناس مثلا ربما وصلتي واحد واحد المنصب ولا شي حاجه، وكيفاش وشنا هو لو رول ديالك واش كنتي كدير؟ بحال زعما حنا بالمغربي كنقول بحال بغى يحصلك عرفتي، كتصادفهم بزاف في الحياه هادو بالاخص. دابا ملي كبرت وهذا ما كنصادفهمش، لانني كما كنقولوا كيعرفك الانسان عندك سياسه القميع، يعني اش كتسول انت اصلا؟ ومثلا شوف الا كان شي واحد زعما اتس ديفرنت، شي واحد مثلا انا فريت شي واحد في الايغاش بغى يبدا مسكين وانا عارفه فعلا بغى يبدا، اشرح لي من نيتي ونقول ليه اش كنت كندير بالضبط وها كيفاش دير وكذا وكذا. واحد النوع ديال الناس بحال مؤخرا في الانستغرام حطيت بالله تخرجت ولابسك لبسه ورك العيبه، هذه كتكون فرحانه الاغلبيه ديال الناس 99% مبروك 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 الا ما قلناش كلشي. واحد الكومونتير غريب، وكيفاش زعما تخرجتي وشنو هما شنو هو لو سوجي ديال لا تيز ديالك وشنو هي كذا وكذا، ودي دي كيسيون تكنيك انا بيان سور عارفاهم، راه خديت الماستر الاول والثاني ودرنا لا تيز في الاول، ما عندناش لا تيز في الثاني اللي هنا في امريكان. ولكن كاينين دي جون اللي كيبقاو يسولوا من قبل، كنت كنجاوبهم باش كنثبت ليهم بلي انا فعلا مثلا عندي ماستر، كنثبت ليهم بقى شرح ليهم منيتي اياه ولا تيزها فيها وكذا وكذا، انت كتعرفوا بالله بمحكم شكك وكنبقى من نيتي كنبقى نجوستيفي وكنبقى نبين ونشرح وكذا. دابا ما كنجاوبش، يا اما مثلا لي كاستيون اللي كيجوني فيهم ساركاستيك ولا شي الناس اللي عارفهم انه النيه ماشي حسنه بالنسبه للسوشيال ميديا كنمحي، اولا الا كان فاصا فاصا نقول ليه علاش تو سامبلومون. الا قال لك مثلا بغات تخدم وكذا وكذا واحد جوج نشرح لك افيك بليزير. واحد النوع يعني نعطيكم واحد المثال ديال واحد الشيخ، واحد الشيخ سولو كيسولو شي ناس، بعض الناس كيسولو اغلبيه ديال الناس كيسولو اسئله عاديه اللي باغيين يستافدوا منها شي حاجه، واحد النوع ديال الناس كيسولو اسئله تافهه، يا اما النيه ديالهم خايبه بحال باغيين يطيحوك ولا باغيين زعما راه حصلناك وكيفاش هادي وواتيفر، يعني كاينين شي ناس اللي بحال هكاك الله يحسن العوان، طاح العوان اليوم زعما الله يعطيهم عقل. وكاين واحد النوع ديال الناس اللي كيسولوا اسئله ما عندها ما تفيدهم، فهذاك الناس كان كيقول لهم علم لا ينفع، علم لا ينفع، كيسولوا على واحد الحاجه معلومه ما عندها باش تنفعهم، وجهل لا يضر، يعني راه فيهم الجهل ما يضرهمش، ولكن يعني راه جاهل اون فان كونت وعلم ما عندهم ما يديروا به. مثال هاد الشيخ شحال هذا، كانت امي زعما الله يحفظها طول ليها في عمرها جدا، كانت مربيه معاه ملي كنت باقا صغيره، وكانت صاله والدين والفجار ودائما الكاسيت ديال المحدثين من الصباح حتى الليل، وانا كنت باقا صغيره وكل شيء بقى مسجل سبحان الله. فقال لك داك الشيخ علاش هضر على هاد المساله ديال العلم ولا ينفع ولا جهل لا يضر، قال لك كاينين شي ناس كيسولوا اسئله مثلا سيدنا الشيخ واش الجنة فيها الحمص، باش الجنة فيها الحمص ولا ما فيهاش الحمص، ومن نيتهم زعما كاين شي ناس كيسولوا اسئله فريمون كما كنقولوا اسئله غبيه وما عندنا باش ننفعهم. واحد اخر قال ليه سيدنا الشيخ هذيك النمله اللي هضرات مع سيدنا سليمان واش ذكر ولا انثى، فهمتي؟ يعني كاين واحد النوع ديال الناس اللي كيسولوك اسئله اللي فعلا من هذا النوع، يعني غريبه. ف حنايا ماشي مضطرين نبقاو نشرحوا، ما نشرحوش النكست ستيب حنا اش كنديرو، ما نحاولش نقنع الناس علاش انا كلشي اللي كنديرو هو صحيح، لان حنايا ماشي في واحد الكومبيتيسيون، ماشي في واحد اش كنقول كومبيتيسيون او لا، ماشي منافسه، ماشي كنتنافسو، كل واحد كيدير داكشي اللي لاق ليه. كندير واحد الحاجه راه كتنصح كتبارطاجيها لي انتريسي وفريمون كتحس بيه من نيتو، راه كتشرح لي من نيتك، اللي غير كهبلت رباح وكيبقى يخربق هذا ما نجاوبوش، اوكي ما نجاوبوش ولا نقول لا تو سامبلومون. كانت هذه المساله صعيبه ليا، مصعيبه عليا في الاول، ولكن تعلمت، لانه الا بقيتي كتقول اوكي يا سياس لجميع الناس غتضيع بزاف ديال الوقت. وات ايلس، واحد الحاجه يعني شحال بزاف ديال المرات هنا في امريكان كيقولوا واحد الاكسبرسيون زوينه وي باي ستاف وي دونت نيد، كنشريو حوايج حنا ما محتاجينهمش تو امبرس بيبل وي دونت كير اباوت، باش ناس شي ناس ما كيعنيو لينا حتى شي حاجه
نبانوا قدامهم واعرين. يعني خاصني نشري احسن طوموبيل ونخرج على الميزانيه ديالي ونبقى عمري كامل وانا نخلص فيها مع شحال باش نبان واعر قدام واحد الناس اصلا ما كيعنيو ليا حتى حاجه وما اصلا ما حاملينيش وعندهم زايد ناقص، فهمتي؟ غير باش يبان واحد الدقيقه يبان انه واعر ولا تبان هي واعره. فمن الانسان يكون يدير الحاجه اللي كتفيده هو ويعزل على راسه. نحاول نشوفوا ريوسنا بعينينا ماشي بعيني الناس، فهمتي؟ نشوفوا ريوسنا بعينينا، انا رجاء اش خاصني ندير، وهذا تمرين يعني حتى انا كنحاول ندرب على راسي عليه دابا. يا كلنا كنبغيو سيرو ما حنا كلنا، حتى انا كنبغي تكون عندك واحد الصوره محترمه، لابسه نقي، عندك طوموبيل نقيه، دارك صافا كذا، ولكن ما خاصش هذاك الشيء يوصل لواحد الحاله ديال مرضيه، حيت بزاف الناس غارقين في الكريديات، بزاف الحوايج، فقط لانهم باغين يبانوا واعرين قدام الناس، باغين يبانوا يبينوا الغنى ويبينوا ما عرفت كيفاش دايرين، كيصدقوا خارجين على ريوسهم. ف ديكونيكتا ونركز على راسي ونركز على الصح وعلى العمل. وواحد الحاجه ثاني، في العشرينات كان مهم عندي انني عندي بزاف لي زامي، قلب دايما اصدقاء وخاصني نعرف كاع الناس نعرفهم. ملي وصلت في الثلاثينات ربما الانسان غادي كيكبر والاصدقاء ديالك كينقصوا. علاش؟ لانه كيبداو كيجيو ازمات، كيجيو مواقف وكيبينوا لك شكون لي صديقك ديال بصح. وغنقول لكم في هذا الزمان اون جينيرال الصديق ديال بصح، الاصدقاء ديال بصح را غاغ، الا كان عندك واحد ولا جوج ما تقولها لحد. وحنايا محتاجين يكون عندك بزاف كاع الناس تعرفوا بعضو، الا عندك غير صديقه ولا صديق مزيانين الله يجعل البركه، ما فاش تضيع وقتك نقلب على قوه الاصدقاء. اصلا الانسان اللي كيخدم على راسو مثلا باغون كيدير سبور، كيخدم، كيقرا، داير اون فامي ولا المهم مشغول، شي واحد اللي كيدير واحد لانفستيسمون في نفسه وكيحاول يطور من نفسه ما عندوش الوقت شكون اللي غيتصاحب معايا، شكون اللي ما غيتصاحبش معايا. الناس يعني ما كيكونش عندك الوقت، ما كيكونش عندك الوقت، هو الشيء اللي خاصو يكون، ما كيكونش عندك الوقت، دائما مشغول في تطوير ذاتك، في تطوير جسمك، في تطوير النفسيه ديالك، في عائلتك، في هادو كاملين حويجات اللي تعلمتهم. وكما قلت لكم في النقط الاولين هما اكبر حاجه تعلمتهم هي ما تسوقش البشر، ندير هاك الشيء اللي كينفعني. واحد الحاجه ما نبقاش ناخذ، كيقول لك فاقد الشيء الى يعطيه، بعض المرات يعطيه، بمعنى كتلقى مثلا شي واحد ربما ما عندوش عائله ولكن نهار كيتزوج وهذا مثلا والديه متخلاو عليه ولا شي حاجه، وكتلقاه هي ولا هو مسكين ملي كيتزوج كيعطي داك الحنان وكيعطي داك الشيء اللي تحرم منه كيعطيه هو. ولكن ملي كنقول فاقد الشيء الى يعطيه كنهضر في حاله مختلفه. فكما قلت لكم كاين دي زيكسيبسيون، كاين دي كاينين استثناءات باش ما نظلموش هاد الناس، يعني شحال من واحد ما عندوش واحد الحاجه ومسكين كيحاول في الحياه باش بالعكس تكون عنده اكثر واكثر ويعطيها اكثر واكثر كالامور الحنان الى اخره. ملي كنهضر فاقد الشيء الى يعطيه، واحد الانسان مثلا، واحد الانسان مثلا ماشي واحد ما عندوش مع المات تو سامبلومون، كسور في المات كيجي فيه 5 على 20 ولا 4 على 20 ونسولو كيفاش نحل العمليات راه ما يمكنش. شي واحد فاشل في واحد الحاجه معينه ما نسولوش على نصائح باش نحسن حياتي ونكون واعر. نمشي مثلا عند الانسان اللي دار واحد الحاجه ونجحات ليه تو سامبلومون. هذوك الناس اللي فشلوا في شي حوايج ما ممكن نسمع ليهم، شوف غير زعما يقدروا يمسحوك على علاش فشلنا، الا قالوا لك علاش فشلنا، فشلنا حيتاش كنظنوا بلا درنا الخطا واحد جوج ثلاثه اربعه. اما الا بغيتي فعلا تبني واحد الحياه مزيانه او لا تكون واعر في واحد الدومين معين، غنشوف واحد الانسان واعر في هذاك الدومين او لا في هذيك الناحيه ديال الحياه، في العائله مثلا، شي مراه مثلا واحد العائله مثلا، الناس اللي باغين عائلة ستابل مرتاحة كذا كذا، شوف نصيحة من عند واحد العائلة ماشي غير مزوجين 30 عام، راه كاين بزاف الناس مزوجين 30 عام وغا صابرين على بعضياتهم وما كاين الصداع وما كاين الروينة. نو الا بغيتي زعما نصائح في العائلية، انا كنظن نسول مثلا شي كوب اللي سعيد كيبغيو بعضياتهم كيديروا زاكتيفيتي بجوج وعاشوا وداروا وليدات وكلشي لمدة طويلة وفرحانين، فرحانين بجوج، هابي كابل، هادوك نسولهم، فهمتي؟ حيت دابا من قبل كنت
قوة الآراء. كان قال لنا واحد الأستاذ مسيو المجرى قوة الآراء، كتسول هذا وهذا وبغى ندير شي حاجة، لا ما تسولش الناس، سول الله سبحانه وتعالى، دير صلاة الاستخارة. يبغى تسول واحد الإنسان ولا جوج ناس اللي على دراية بهذاك الموضوع، واعرين وفاتوك بأشواط. ما تسولش نامبورت كي، ماشي غير اللي جا نسولو على أنا أش بغيت ندير زعما نيكست. سمحوا لي طولت عليكم، هادو بعض النقط اللي أنا نادمة أنني زعما كنت كنديرهم ملي كنت في العشرينات ملي كنت أصغر. ثاني واحد الحاجة في لي غولاسيون البنات والولاد، ما تبقاوش تضيعوا راسكم، تضيعوا وقتكم مع ناس ما كيستاهلوش. شوفوا دابا الافلام التركيه مشكلتنا، راه انا تفرجت الافلام التركيه وافلام مصريه، كتكوني مثلا كتكوني انت ولد ولا بنت ما بيكم عليك، كتقراي يعني ماشي بالضروره انا يكون عندي بوي فريند ولا تكون عندي جير فريند، ولكن اش كيوقع من كثره هاك الافلام راه الانسان يحاول يشوف هذاك الشيء يحضي نور مامي. صدقتيني يا بنتي ما تخليش، ما بقاش تفرج في الافلام الرومانسيه بلا قياس، لانك الافلام الرومانسيه غنقول لكم واحد الحاجه، الاغلبيه ديال المغنيين اللي كيهضروا على الحب والغرام وعلى هذاك واحد الحياه اللي بارفيت كيخليونا نحلموا بهذاك الغولاسيون اللي ما عرفت كيفاش دايره، اغلبيتهم ماشي سعداء، ولا زوج طلق زوج طلق زوج طلق، يعني هذاك هذاك الغناء اللي كيغنيو عليه كيغنيو على هذاك الفتره ديال واحد كيتلاقى مع وحده، يعني بحال قلت فوق ايامات الخطوبه، ماشي كيهضروا لامور ديال. بصح انا بالنسبه ليا يعني كاع حنايا كنطمحوا ما مكرهناش، ولكن كنظن ان لامور ديال بصح هو الانسان كيبقى مع بعضياتو وكيولدوا الوليدات وكيكون بخير وما كاين، فهمتيني يعني كيدوزوا المشاكل ديال الحياه وما صابرين على بعضياتهم. مامي مامي، وهاد المساله صعيبه، انا راه زعما دزت من طلاق من قبل من راجلي نيت، وراه صعيبه يعني راه ما كاينش صبر من الطرفين، يعني اول مشكل كتقول صافي كتقول انا لا هادشي كثير عليا وكتبغي تهز حوايجك وتزيد. ف ما عرفتش كتبغي نقول لك، ف على العلاقات راه ماشي بالضروره تكون عندك، سمحوا لي على الله، تكون عندك صاحبتك زعما بنت ونخرج معاها ونعيش معاها علاقه ما عرفت كيفاش دايره، وماشي بالضروره تتيح انتش واحد البنت مامي صاب، وماشي بالضروره حيتاش كتفرجي فيلم مصري وكتشوفي العلاقات الغراميه حتى انتيا ضروري يكون عندك ولد في حياتك. شوف ايفيتي، خاصك نقول لكم واحد الحاجه، سواء الولد ولا البنت بالاخص ملي كتكونوا مازال كتقراو مازال كتبناو في مستقبلكم، راه بحال الشيطان، ماشي هما كشخص ولكن الفكره كفكره. علاش؟ لان مثلا كتكون انت كتقرا في الباك كتعرف على شي بنت، واش مازال تحفظ شي حاجه وراه غدوخ، ما تبقى تركز لا في مستقبلك لا والو. اول حاجه نتايا باقي نوري نوري، انا كنضل الانسان اللي يقول زعما راسو انا امتى غنكون مستعد انا ندخل في واحد العلاقه لي سيريوز، نكون كملت قرايتي خدمت الى اخره، وك ساعه ملي كتقلبي ولا كتقلب ولا كدير واحد لي فوق عارفه انني باش نتزوج، باش مش نضيع الوقت. كتلقى مثلا واحد عنده 17 18 عام ولا وحده عندها 16 عام، يعني غتسوليها تقول لك واش غتزوجي دابا؟ لا باقي، واش بغيتي ديري تبقاي تخربقي؟ فنو نركز ونحاول شفت البلاصه اللي غتشجعني ندير شي حاجه خايبه ولا غتشجعني حتى انا نولي نتخلط وندير مثلا راه دري صاحبي ولا شي حاجه. سمحوا لي على الطريقه ديال الهضره ديالي وين كنهضر مع لي جون، ولا واحد البنت انا ندخل معاها ونخرج معاها، البلاصه اللي غتشجعني نحاول نايفيتيها، خاصه انك تكون باقي كتقرا وباقي كتبني مستقبلكم، لانهم سبعتي 100% هادشي غياثر لكم على المستقبل ديالكم، على قرايتكم على تركيزكم على تقربكم من الله سبحانه وتعالى على عائلاتكم على بزاف الحوايج. فاكوا ساهل نقرا بعدا نركز على قرايتي نبني واحد المستقبل، وديك الساعه حتى الى قلبتي غتقلب بنيه مزيانه، ماشي بنيه تضحك على شي بنت ولا تضحكي على شي ولد، غنقلب بنيه مزيانه. وواحد الحاجه سبحان الله، الله يسمح لينا اي حاجه الله سبحانه وتعالى كيقول لنا عليها حرام راه حرمها لسبب، يعني انها ملي كنديروها وهي حرام راه ما كتفيدناش، كتكون خايبه كتخرج علينا. يعني مثلا اوكي مامي، يعني مثلا بالنسبه للبنات ماشي اوكي بيبي جيرل، مثلا تعرفتي على شي حد يكون هادشي سيريو، وغنقول واحد الحاجه البنات راك عارفينها، شوفوا اي واحد الانسان اللي فريمون باغيك ما يقولش لك سافري معايا ولا يلاه معايا للدار ولا هادي، هادشي كاع ما نحتاج
كاع ما نحتاج نقولوا لكم. الانسان اللي سيريو ممكن يعني تعرفي عليه هضره عاديه بواحد الفتره اللي كذا كتعرفوا لي بيرسوناليتي ديال بعضياتكم، ولكن ماشي بالضروره تمشيو بعيد. واي واحد اللي يطلب منك شي حاجه اللي في شكل عارفي باغي غير يستغلك، هذا الشيء ما كاين. دابا غنمشي للدار، سمحوا لي الفيديو طولتها بزاف بزاف بزاف، راه بحال اختكم الكبيره كتجمع معكم يعني عن تجربه، الحوايج اللي تعلمتهم والحوايج اللي كنقول مع راسي في العشرينات ضيعت وقتي معها بزاف الناس ما كيستاهلوش، بنات وولاد ودي زامي وهذا وغتخربيق. مامي يس مامي واحد الحاجه بيبي اتس دارك ناو وي جوين هوم ام غانا جيف بيبي كان اي توك ناو بليز. نصيحه اخيره قبل ما نكمل هذا الفيديو بالنسبه للبنات حتى الاولاد، ولكن بما انني بنت غنعطي التجربه ديالي. شوفوا من قبل في الزوج في الزواج اون جينيرال هذا العلاقه ما تقلبوش على كل ما هو كل ما يلمع. مثلا انا من قبل كنت كنقول لا ضروري راجلي يكون يعرف يهضر قدام الناس، ضروري راجلي يكون يعرف يلبس وإليغون ويعني حنايا كنهضروا عليها عاوتاني انك باغا واحد الراجل كما كنقولوا غنبان به قدام صحاباتي ولا قدام عائلتي غنقول هو الواعر. شوفوا انا مع انه يكون ستابل فاينانشلي يعني عنده دارو وعنده طوموبيلته غيعيشني فواحد المستوى ديالي اللي قبل او احسن. هذه ما نكذبش عليكم هذه مهمه، لان الفقر ملي كيدخل من كيقول لك الفقر ملي كيدخل من الباب لامور كيخرج من النافذه. انا هذه القضيه معاهم على الاقل يكون واحد المستوى اللي فوالا مستورين يعني مرتاحين. ولكن ماشي بالضروره واحد اللي زعما مستيلي كيعرف يلبس كذا كذا يعجب الناس نو. المهم يكون رجل ديال المواقف، هذا اهم حاجه، رجل ديال المواقف اللي غيبقى معايا. مثلا كنت مريضه غيبقى ماشي الا مرضتي غيطلقك يجيب وحده ما مريضاش، اولا كنت عيانه فهمتي، شي واحد انسان ديال المواقف، شي واحد اللي لا سمح الله عائلتك وقع عندهم شي مشكل غتلقاه واقف معاك يعاونك انت وعائلتك. وهي لا ميم شوز، مرا ديال المواقف، راه ماشي بالضروره تكون اجمل النساء وتكون معت فهمتي، ولا هو يكون اجمل الرجال. خاصني نشوف نحاول انني حتى ملي كنتعرف للناس نتعرف على الناس نعطي فرصه. ما نكذبش لكم من قبل مثلا كنت باقا صغيره حتى ملي زعما كنت ساكله فتره ملي كملت قرايتي كنقول زعما فوالا خاصني نعطي فرصه لراسي نتعرف على ناس كذا كذا، تاخذ كافي مع ناس اللي كيبانوا انتريسي. يعني دائما كنمشي مثلا مع ضروري كتقول مثلا واحد داك خيتير انه يكون زوين يكون طويل وزوين بهذا كيكون لابس معاك كيفاش داير. راك عرفتوا حنايا كاع البنات وحتى الاولاد، حتى الاولاد راه ضروري بغيتي كتقول بنت معات بغيت انا هي ماريلين مونرو بالاخر ملي كتكون باقي صغير سوري، وما كتعطيش فرصه لناس اللي ربما الشكل ديالهم متوسط، مثلا ولاد ناس ولا بنات ناس متوسطين ولكن ربما الاخلاق ديالهم عاليه وناس ديال المواقف اللي في شكل. فما تخليوش يس مامي اوكي بيبي جيرل، فما تخليوش المظاهر جود جوب ماي لاف، فما تخليوش المظاهر ماشي اي حاجه كتلمع مزيانه. يا ما ناس شفتهم وعرفتهم لاباس عليهم زوينين عندهم كل شيء، ولكن ملي كدير دي غوشيرش كتلقاهم قمه قمه الدناء او قمه زعما الحاجه الخايبه وقمه بزاف الحوايج. وبزاف الناس اللي كنت من قبل كنقول نو راه شعبيين بزاف راه مثلا ما قارينش بزاف راه كذا، وكتلقايهم كيصدقوا يعني ناس ديال المواقف، يعني انسان اللي فريمون كيوقف معاك وكيبغيك وكيدير معاك اون فامي وكل شيء. وبزاف الناس شفتهم بحال هكم بحال واحد البنت صاحبتي يعني قاريه مزيان وهذا وزوينه وهذا، ملي كانت باقا صغيره يعني كت كتعرف عليهم ها اللي عنده دار معاك كيفاش دايره ها اللي عنده الناس كتعرفها الناس لاباس عليهم وقارين وواعرين. المهم في الاخر تزوجت واحد السيد المهم عادي يعني ماديا مزيان ولكن ماشي قاري بحالهم، وبقات كتشرح لينا كتقول لي شوفي والله كشتي كنا كنديرو حنا في الصغر راه غتخربيق، الراجل هو رجل مواقف، انا اش غندير بزينو لا زيني ولا زينو غير واحد الوقت غيدبل. خاصني انسان عنده اخلاق غيبني معايا واحد العائله، انسان صبور غنبغي غنديروا وليدات غنكبروهم يعني بما يرضي الله، وانسان اللي كيحن فيا وكيحن فيه هذه اهم حاجه.
ايوا هادشي اللي كاين اليوم. تفلسفت عليكم بزاف وقيل هاد الفيديو فيها شي ساعه، ولكن ماشي مشكله، درت معاكم هضره من القلب وفوالا. كنتمنوا تكونوا استفدتوا شي حاجه، كنتمنى تكون خفيفه عليكم. وفوالا عندكم شي سؤال، شي موضوع بغيتوا نهضر لكم عليه، على الرحب والساعه. باي باي.